Le quiz. Allez, sur fract. Qui? Hein? Ben, moi je m'en rappelle. Est-ce que la chalte? Mais très même je parle. Mais quand je dis ben moi c'est que ma belik. Attendez, bien sûr, la réponse est calme. Je connais pas celle-là, Abdou, c'est toi. Tawa. Mohamed Ali Mohamed. احسن لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس يوسف المسيك في تاريخ تونس يوسف المسيك هذه قال ايهاب المسيك الدنيا تقلبت عليه خلي تقلب يا اخي انا عندي راي خويا ما فهميش ما تخرب فلتة نتاع كوره شي خاطر صح لا لا خويا وعشيري اما فلتة نتاع كوره يوسف راه ما يلعبش ما يترانيش مش هذيك واضح ما يترانيش مع كامله ما يترانيش معانا ونطلع حد يجيب لك الماتش هو باه لاعب من الشامبيونات في تونس توا خالد تشوفه قادر ينجح في اوروبا بن حمود محمد علي فما مازال ما غير شيء بن حمود اللي عنده اللي تريتي اي عنده اوكي متفاهمين مازال ولا بن عمر محمد علي بن عمر واقرب لاعب ليك شكون وليد يوسف وليد شكون هيشري صابر خليفه هذول احسن مدرب تونسي فوزي بن زرتي بدون نقاش احسن مدرب دربت عنده حتى مش تونسي مثلا دي مورايس ابون كان محل تندر كي كان في تونس وقتها في كلاس نحن اي تونس سيد يخدم مع مورينو وقت خويا ما انترنور كبير هذاك وهو اللي جا الاستاد هو جاب الاسبيرونس مدرب عنده فضل عليك سي عز الدين بزداح الله يرحمه وفوزي بن زرتي أول سالير قد خذيت 200,000 في استاد في استاد وآخر سالير خذيت ولا ما نفسيت يعني أنا صدقت باش كون أكثر لاعب خدام خالد يخدم برشا في الونترينمون أكثر واحد فما خالد المولي فما عادل الشادلي ثم انا وليد الهيشري نلعب بكركا يوسف ويهيب خو زوز اخو مات ما تنساش كامرون وكامرون وزوز لهنا ولا كامرون كامرون اللي عملنا دوزا دو اللي جيت فيه 15 كيلومتر اللي كوب دافريكا وماتش اساس ماتش الويداد فينال وماتش مع الكلوب كونتر الاسبيرونس 2-0 ربح ما تحب تغضب حتى دبلوماسي برشا باهي بونتو ما تنساش كتر المغرب اللي ماكل فيه انا ويوسف كفرون ديريكت هذاك انا نجم نقولوا احلى بونتو سجلته ولا احلى بونتو ما لقيته انا بونتو مزيان هذاك كفرون ديريكت من 35 متر وماركيت بونتو مزيان كنت مع الاسبيرونس سنتري اللي خلي الشمام في قفصه بالراس هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته نتاع فوق نتاع الوداد ما عطيتونا الباس مش علينا حاجه فيك ما تعجبكش عطيت برشا ثقه للناس نعطي برشا ثقه للعباد اللي ما يسحقوش احسن لاعب في العالم رونالدو كريستيانو احسن مدرب في العالم اي زيدان قبل الحوار وانت جاي خلينا تقول زعما شنو يسالني عرفتك باش تحب تطيحني كانت هذه لوكويز